إلى كتاب الإجارة، نسأل الله أن ييسره علينا وعليكم. عندما نتكلم في الإجارة نتكلم عن بيع منافع، عن بيع منافع. فإذا نحن عندنا ثلاثة أشياء: بيع أعيان، وبيع منافع، وأيضا عندنا في شيء ليس هو بعين وليس هو بمنفعة، اللي هو الحقوق، مثل حقوق التأليف، حقوق المحلات التي الخلو يسمونها، امتيازات كثيرة تحصل من الدولة للإنسان لشيء. فهي حقوق. الآن بحث الحقوق وجوازه يعني فيه كلام كثير جدا، لكن بدنا ضبط لها حتى تصح، أن تكون منضبطة وأن لا يكون فيها تضييع حق الآخر. فلذلك نجد صور كثيرة منها لا تجوز من الحقوق، وصور إيش تجوز. فإذا وجدنا صورة منضبطة ولا يوجد فيها تضييع الحق جازت. ممكن في هذا الزمان موضوع الحقوق أصبح واسع وكبير، يعني ليس كالسابق، أصبح يهتمون به. فإذا هذه الأشياء نحن ما بين منفعة، ما بين حق، ما بين إيش، ما بين منفعة، ما بين حق، ما بين عين. عين. الآن إجارة عقد على المنافع بعوض، يعني كلمة عوض لتخرج لنا اللي هي العارية، تمليك المنفعة للغير بلا عوض. المشكلة الآن في الإجارة ما هي؟ الجهالة الواقعة، الجهالة الواقعة فيها. لأنه هذا الكتاب يعني تنظر إليه واضح معالمه، فزالت الجهالة. أنت الآن تتكلم عن منفعة الكتاب، تحتاج ضابط لذلك حتى لا يكون هناك تغرير. فأصبحت الإشكالية الكبرى فيها في قضية جهالة المنفعة. فهنا نريد أن نبحث بحث الآن كيف نخرج من جهالة المنافع، لأنها ليست شيئا محسوسا. قال: ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة. يعني مثل البيع، نريد الثمن يكون معلوم، ونريد إيش؟ الثمن والمنفعة معلومة. طيب بالنسبة للثمن أعطانا حل وأخرجنا منه، قال: وما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة. ما في مشكلة. ما الذي يجوز ثمن؟ تفضل، كل ما مر معنا. إذن الخمر يجوز؟ لا. الخنزير يجوز؟ لا يجوز. أيضا هناك عندما تكلمنا في الجهالة في الثمن في البيع هي التي تأتي إيش؟ الجهالة في الأجرة. فلا نريد أن تكون هذه الأجرة مجهولة. طيب حتى تعرفون هنا في موضوع الثمن، تشبهها في الثمن، مثلا أنا أدرس رياضيات، أنت تدرس فيزياء، أنا أعطيك 5 حصص وأنت تعطيني 5 حصص، لا يجوز للربا. فلذلك لا يجوز مقابلة منفعة منفعة من جنس واحد. يعني هذا تدريس وهذا إيش؟ تدريس. 5. أنت قصدك أنه صار في 5 مقابل إيش؟ لكن هذا يزيد وهذا ينقص، ويعني يعني لا يكون. الآن أنت أعطيت 10 دولارات أو 20 دينار، واضح 20، لا يكون 20 وقرش، صح؟ أما هناك التساوي فيها غير متحقق. بس أنا كان الشاهد في موضوعي حتى الربا يجري يعني في مقابلة منفعة إيش؟ بمنفعة. إذا تساوي
ولذلك لابد ان ادخال النقد بينهما. خلاص انا 10 دروس انجليزي بمبلغ كذا وانت 10 دروس رياضيات كذا، ثم نعمل مقاصة بينهما. يعني حتى مثل هذه الملاحظة ايش يعني تراعى وينتبه اليها. والله بدي أنزل للهامش في الأسفل. الآن في الأسفل قال لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع. الأجرة ثمن المنفعة فحالها مثل ثمن المبيع. وليس كل ما يصلح ثمنا لا يصلح أجرة. في أشياء تصلح ثمن وليس كل ما يصلح ثمنا لا يصلح، لأن بعض ما لا يصلح ثمنا كالأعيان التي هي ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مثلا إذا كانت معينة صلح أن يكون أجرة، كما إذا استأجر دارا بثوب معين وإن كان لا يصلح ثمنا وفيه نظر. ما رأيكم بهذه؟ هل الحيوان تعرفون غير منضبط، والثوب نفس الشيء، يعني هاي مجرد معدودات يسمونها متفاوتة. فيقول لك طبعا هذه عادة عندما تباع ويشترى تكون هي المبيع ولا تكون هي الثمن. يقول فمثلها لا يصح أن تكون إيش ثمنا. طيب هل وافق؟ بعدها قال وفيه إيش نظر، يعني ليس دقيق. فإن المقايضة بيع وليس فيها إلا العين من الجانبين، فلو لم يصلح العين ثمنا كانت بيعا بلا ثمن وهو باط. ويمكن أن يجاب بأن النظر على المثال ليس من دأب المناظر المهم، فإذا كان الأصل صحيحا جاز أن يمثل بمثال آخر فليمثل بالمنفعة فإنها تصلح أن تكون أجرة. الآن بس في النتيجة يريد قبل قليل أن لا نجعل الحيوان وأن لا نجعل الثوب ثمنا هذا محل نظر ليصلح. بس هو عادة يكون مبيعا، يعني نجعله هو مثل مقايضة. تجعل أنت عملت مقايضة شأنك، جعلت بقرة بشاة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز مثلا فعلته. الآن يقول بس هو يريد فإن كان الأصل صحيحا جاز أن يمثل بمثال. نريد مثال آخر، ما هو؟ تفضل مثال آخر. قال فليمثل بالمنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف جنس المنافع. هذا المثال الذي ذكرت قبل قليل أنه تدريس بتدريس تعليم تعليم، هذا لا يجوز. كما إذا استأبص مثلا سكنة بتدريس يجوز، لأنه الآن اختلف الجنس. كما إذا استأجر سكن دار بركوب دابة ولا تصلح ثمنا أصلا. ما هو؟ خلنا نرجع لها. فليمثل فإنها تصلح أجرة، المنفعة تصلح أن تكون أجرة، صحيح؟ وأعطانا منفعة بمنفعة، بس بشرط أن تكون المنفعة مختلفة عن المنفعة الأخرى. طيب هنا المنفعة هل تصلح أن تكون ثمنا؟ لا. ففي الأعلى عندما قال وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة. الثمن يجوز أن يكون أجرة، بس ما يكون أجرة كالمنفعة لا تصلح أن تكون إيش ثمنا. فقالوا لا تنعكس. المثال الأول الذي ذكره ليس صحيح. ما هو؟ اللي هو الحيوان إيش؟ والثياب. مين عنده معرفة في التيمز؟ لأنه مش شغال والله، مش عارف أنا ليش مش عمال يشتغل. ولا واحد له خبرة فيه. شوف على التليفون، نفس التليفون هذا نظامه.
نفس نظام التليفون بس هي على العامة، وعادة بنضغط على العامة تظهر وحده عادة، نضغط عليه بفتح هو خلاص هاي الدرس، تضغط على العامة تبعت آخر واحد تضغط عليها تفتح زي، بس أضغط زي شفت ليش تطلع هاي، يفترض ما تطلع ترى تظهر وحده هون نضغط عليه تفتح. شوف رنوا على الدكتور زواج طلاق ولا قضاء صور؟ لا هي فخ فخ معاملات. شوف إذا ترنوا على الدكتور أنا شوف سأل ما بلاش يكون حدا اللي حضر عليهم مش طيب انتهينا الأولى هذه. كل ما لا وليس كل ما يعني أحيانا شيء يكون ثمن بس لا يكون إيش لا يكون أجرة، بس هو في الأعلى نحن يهمنا أنه الثمن الأجرة الآن استطعنا أن نضبطها أنه ما يصلح ثمن صح أن يكون إيش أجرة، وأضفنا إليها واحدة ما هي المنافع ممكن أن تكون أجرة بشرط اختلاف جنس المنفعة. طيب الآن قلنا الإشكالية في الجهالة، فانتهينا من جهالة الأجرة صح؟ الأجرة. الآن نريد أن ننتقل لجهالة المنفعة، والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنة والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت. الآن لو سمحتم المنفعة أصبح تحدد بالمدة، في ماذا؟ في استئجار الأرض، في استئجار الدور، أقول لك الدار هاي 3 أيام، لا أقول لك استعملها كذا واستعملها كذا واستعملها كذا واستعملها كذا، هي سكنة فضابطها بإيش؟ بالمدة. الأرض أيضا إيش؟ بالمدة. سيأتينا شيء أيضا آخر في تحديد ما يزرع في الأرض، بس الآن الجهالة تزول واحد إيش؟ بالمدة. فيصح العقد على أي مدة كانت معلومة، ممكن أعقد عليك ل20 سنة، ل50 سنة، ل70 سنة، يجوز. نحن لا نتكلم عن أوقاف، لا نتكلم عن أموال صغار حتى نحدد بمدة قليلة، فيجوز. وإذا وتارة تكون معلومة بتسمية العمل، يعني مدة إنجاز العمل، تسمية العمل ذات العمل سيدي، ذات ماذا تعمل ما تعمل. قال كمن استأجر رجلا على صبغ الثوب أو خياطته، اصنع لي طاولة، اصبغ لي الثوب، غسل هذه الملابس، نظف، أصلح السيارة، هذا. إذا المنافع تكون العقد فيها على أمرين، ما هما؟ الوقت أو العمل. لأن أنت انظر في كل المنافع التي بيننا كلها، إما عقد على عمل أما عقد، مثلا عقدك في الجامعة عقد على عمل أو على مدة؟ لذلك عندنا سيمر معنا أهم مبحث، هنا سيمر معنا الأجير إما مشترك أو خاص. المشترك العقد يكون معه دائما على العمل، مثل الميكانيكي، النجار، الحداد، كل هذا عمل. العقد على إيش؟ على عمل. أي شخص يشتغل عندك يسمونها مياومة أو مشاهرة أو مسانهة، كل هذا عقد على زمن، على وقت،
لا لا يكون. لا إما هذا أو هذا. إما هذا يكون الآخر تبع يراعى، بس العقد على ماذا يكون؟ على واحد. يعني أعطيك مثال، أجرة الشقة العقد فيها على ماذا؟ على مد، على يعتبرونه عقد كالعقد الخاص، لأنه على إيش؟ على زمان، على مدة وليس عمل. طيب إذن بس هاي مهمة، خلنا نركز فيها. المنافع تكون إزالة الجهالة فيها بتحديد المدة أو بتحديد العمل، لأن العقد فيها إما على مدة أو على عمل. أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها. هذا مثال للمد... للعمل، عمل إنه تحمل مقدار معلوم أو مسافة معلومة سماها. طيب انظروا الآن، إذا ندور السكنة على المدة، العمل صبغ الثوب خياط واستئجار الدابة، كل هذا إيش؟ على عمل. وتارة تصير معلومة بالتعيين. يلا يا دكتورة، يلا دكتورة سمية، هي واحدة ثالثة. إيش بالتعيين والإشارة؟ احنا قلنا اما مده او عمل. ايش هذا الثالث الذي طلع؟ في حال كان اكثر من واحد مثلا عامل، بختار واحد انه هو اللي يشتغل لي، جهه تعيين مرتبط. مين يحلها حقيقه؟ هذه ترجع لما سبق، التعيين. التعيين بمعنى مثل ما تفضل التسميه. فأنت إما أن تتلفظ وتسمي زمناً، تسمي عملاً، تعين زمناً وعملاً، وإما تشير، يعني تقوم بإشارة. الإشارة هذه يستفاد منها زمان ويستفاد منها عمل. فهمناها؟ فهي ليست شيء جديد، هاي فقط إنه قد يكون بالبيان باللسان وقد يكون بالإشارة. انتهينا؟ فنحن لا نخرج عن عمل وتسمية، ما في غيرهم نهائي أصلا. انتبهنا؟ فالتعيين يرجع للبيان باللسان أو الإشارة. بس هنا بعطي الدكتور المثال اللي بعده مباشرة، كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم. يعني هذا المثال تابع لل أشار إشارة. أشار فقط، أشار يعني، بس فرق أنه أشار. وصلت؟ أشار، أعطاني مثال أشار، ليس نوعا جديدا، لأنه إحنا ما في ثالث عنا، إما عمل أو مد، ما في ثالث. بس إشارة يكون بالإشارة مثلا. تفضل. طيب نمشي خلاص مشايخنا، انتهينا. أرجو هاي نركزها. والجملة الثالثة إياكم أن يعني تتشوشوا منها، لأنها مشوشة، يعني جاءت كأنها إيش؟ ثالثة. هي في الحقيقة ترجع للسابق، لما سبق. طيب، ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنة وإن لم يبين ما يعمل فيها. الحانوت المخازن هذه الأيام يجوز استئجار الدور والسكنة. الدار عادة للسكن، وقديما وترى في بعض البلاد، نحن في الأردن معتاد يعني عندنا مخازن وعندنا دور، لأن في دول كثير لا نفس الشيء، هي نفس الشيء. تجد في الحي يعني أحد البيوت عبارة عن بقالة أو سوبر ماركت. كيف؟ هيك أواسط راسي وروسي كله زي هيك.
يعني ما في مخازن في البيوت، بتجد مجرد محل خضرة أحد البيوت، أحد البيوت عادي بواب عادي يعني. فموجود هذا يعني. نحن الآن لا، ثقافتنا أنه في مخزن وترخيص مخزن. بس أنا حبيت قديما نفس الشيء، يعني ممكن يكون في بعض الأسواق يكون لا باب مختلف، بس عادي يكون نفس البيت الذي يسكن إيش وعلى نفس ترتيب باب وكلش، بس وضع له قطعة مثلا هو عبارة عن إيش محل تجارة. ففي النتيجة سواء سكنه أو باع فيه ما بيأثر. قديم البيوت أبسط من الآن تركيبها، هالحجر فوق بعضه باب خشب يعني، فلا يجد ضرر. وأخلاق الناس وآدابهم سلوكياتهم أرقى، يعني أفضل بكثير يعني آداب الناس مراعاتهم. فأنا كنت بس الشاهد الذي أريد أن أخرج منه إنه أنا استأجرت بيتك، سواء كنت أبيع فيه أتاجر أو سكنته، مش بحاجة أحكي لك، لأنه هذا لا يؤثر عليك على هيئة البناء ولا يؤثر على الجيران. هكذا انتبهنا؟ أكمل. قال وله أن يعمل فيها كل شيء، أفتح أي تجارة في هذا الحانوت أو هذا الأسلطة. جيد. بعدين قيد، قال إلا الحداد والقصار والطحان. هذا المهن الثلاثة إزعاج، تفسد البناء، توهن، تزعج الجيران. القصار اللي هو مثل الدراي كلين حكينا، هذا يأخذ الملابس وبيغسلها وبيضيف لها صبغة، يعني بيضيف لها أشياء أخرى، زعفران وما شابه ذاك فغير، والطحان طحين يعني هو. فهذه الأشياء وجدوها تضعف البناء من جهة، وقد تؤذي من حولها، النتيجة فيها ضرر، فليس استعمالها هو المعتاد أو هو فيها ضرر يلحق، فأنا لا يلزمني ضرر إلا بإغضاي. فلا يجوز أنا أعمل حداد ولا قصار ولا طحان إلا بإيش؟ برضا، برضا الملك. فهمناها؟ إذن أخذنا أنه طالما استعمال معتاد في مهنة في شيء يعني في البيوت، فهذا لا يحتاج فيه إلى البيان، صح؟ بس إن خرج عن المعتاد وكان فيه أذى، ماذا قلنا؟ يحتاج فيه إلى المعرفة. ما نحلس المشكلة؟ مين بيعرف على التيمز يا شباب؟ سبحان الله معلق. في حدا له معرفة التيمز؟ مشتغل. شوف شغل من تليفون التيمز، خلينا نشوف. بس بدي أكمل الكوية لسه، لأنه هاي الفكرة أنا حبيت أمشي معك فيها بالتدرج شوي، الآن أريد أن أصل إلى شيء. إذا كان يوجد فيه ضرر يحتاج إلى بيان مسبق، وبالتالي هذه الأيام أصبح يعني ممكن العديد من المهن مختلفة عن بعضها البعض في في أثرها على بنائك. شخص يأتي الآن يفتح مطعم يحتاج أن يهدم يكسر، شخص يأتي يفعل كذا، فممكن أن يكون تقدير فقط في هذه الثلاث أو نزيد عشرات أخرى، ممكن أن نزيد، يمكن صح؟ خاصة أن البناء الآن لم يعد إيش؟ البناء الآن ليس لم يعد في السابق. اشتغل؟ محمد هشام ابحث على المجموعة رسالة.
طيب طيب الآن هيئة البناء أصبحت مختلفة، وبالتالي أصبح الأثر والضرر أكبر، وبالتالي يمكن أن نشترط البيان مسبقاً في مهن كثيرة. واحد. اثنين، أخوتي حتى في السكنة لم تعد أخلاق الناس وتصرفاتهم كالسابق، وبالتالي معذرة ممكن أحياناً أنت تبقى شقتك أشهر ولا تؤجرها لأنك تريد شخص بأخلاق معينة ولا تقبل. ممكن الآن مثلا شباب لا يسكنون، فتيات لا يسكنون، عائلة كذا عائلة كذا، يعني لها ترتيب. فكنت أريد من ذلك أنه قديما أنا استأجرت شقتك، استأجرتها، هذه الشقة عندما استأجرتها أصبحت ملك منافع لي، فلا يجوز لي أن أؤجرها بدون أن أرجع إليك، ويجوز أن أدخل معي من شاء وأخرج، أنت لا شأنك، لأن البناء لا يترتب عليه ضرر ولا يجد أذى بسبب سلوكيات الناس كما هو الواقع الآن. الآن لا نقول هذا الأمر، لا نقول بجواز مثل إيش، بجواز مثل هذا، يعني تحديد من يسكن حقه أن تحضر شخص، حتى نحن نقول لا يجوز لشخص أن يحضر شخصا يسكنه مكانه، لأن أخلاق الناس أصبحت متفاوتة، وبالتالي أنا يلحقني ضرر إيش بذلك، صح؟ وأيضا المهن ممكن أن تكون هناك مهن أكثر من هذه المهن الثلاثة، فبالتالي الضابط في ذلك أنه إن كانت أشياء معتادة في الاستعمال ولا ضرر فيها جازت بلا تسمية، لكن إن زاد أو تغير الأمر لا بد فيها من البيان. غير متأكد، احكي حنين. قديما في كتبنا يعني يقولون لا، يعني انا ملكت فيجوز لي ان، يعني مثال ذلك انا اشتريت منك هذا الكتاب كعين، يجوز لي ان ابيع بدون ارجع لك لانه صار ملكي، والمنفعة مثلا لمدة سنة في الشقة التي اخذت منك صارت لي، فلي ان اتصرف فيها كيف شئت، ولا يوجد تفاوت اسف بين استعمالي واستعمال غيري، فهمناها؟ بشرط ان لا يكون شيء من المهن التي ذكرنا قبل قليل، فهمنا الفكرة؟ الآن الأمر أصبح إيش فيها، يعني حقيقة في ضرر واضح ظاهر يلحق. يعني الآن حتى على مذهبنا نقول يمكن هذا بناء على أنه في ضرر بسبب هذا التعاقد، فهمناها؟ يعني حتى هذه السنة نمنع منها، مع أنه سيمر معنا عبارات صريحة بجوازها، بس لاختلاف أخلاق الناس ولوقوع الضرر. تفضل شيخي. مثال، مثال أنه في ضرر، أينما وجدنا الضرر كان الحكم كذلك. الله ولي الصابرين. طيب، ويجوز استئجار الإراضي مشايخنا، ويجوز استئجار الأراضي للزراعة، هاي مرت معنا، والأراضي قلنا أيضا بالزمان، والسكنة قلنا بالزمان، بس أضاف لنا الآن في السكنة يجوز بدون بيان ما يستعمل إلا ما فيه ضرر، خلاص؟ الأراضي يجوز استئجارها أيضا على الزمان كما اتفقنا، لكن لا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء. الآن الأراضي مشايخنا فيها مشكلة إنه الزروع ليست متساوية في أخذ منفعة الأرض أو في مدة بقائها. ما احنا الزمن حددناه شيخي، بقي الآن عندنا مشكلة إيش؟ الانتفاع من الأرض. مثلا بيعتبروا القمح يتعب الأرض، العدس لا يتعبها، يعني لبة الأرض بعض الزروع إيش؟ تأخذ تمتصها كل اللبة بتمتص بعض الزروع، لذلك يريح الأرض مرة هكذا مرة هكذا من أجل أن تبقى. فبالتالي أنا أجرتك الأرض، لا يصح العقد بيني وبينك حتى نبين إيش
حتى يبين ما يزرع فيها، أو يقول أنا أقول لك تفضل يا عمي إيش أنا 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 الآن أخ أنا الآن أعطيتك حق أن تزرع ما شئت. المؤجر صدقت. إيش شيخي؟ هي الآن يعني أنا أجرتك أرضي، أجرتك بيتي، إذا استخدمته أنت في محرم يكون الإثم عليك، على المستأجر وليس على المؤجر. لا يكون. أنت قبل قليل كنت تسأل عن الإثم، وأنا نتكلم عن صحة عقد. فهمناها. الآن نتكلم حكم دنيوي. الآن صحتها، بس هو ممكن كان قال له ازرع ما شئت، صح سيدي؟ لا نعرف العقد الذي حصل بينهم، ازرع ما شئت. لنفترض انه قال له ازرع قمح وراح زرع دخان او حشيشة مثل ما تفضلت، زرع هذا الشيء، الآن صارت بحث آخر انه خالف ويلزم عليه مثلا أجرة شيء جديد مختلف عن أجرة القديم. ممكن أنا أجرك قمح ادلهم مثلا 5 دنير بس شيء اخر 7 دنير وهكذا. طيب، ويجوز ان يستاجر الساحه ليبني فيها. احنا ما زلنا نتكلم في الارض، بس الارض ليس فقط للزراعه، ممكن للبناء، ليبني فيها عليها، ليبني عليها. الان البناء هذا تجد الان احيانا كثير يكون، نحن في بلادنا البناء قوي وثابت، في بلاد كثيرة يكون البناء يعني أقل جودة منه، يعني يفك ويركب يعني بسهولة، يعني ليس شيئا معقدا مثل البناء عندنا. ومع ذلك أنت تصور الآن واحد عمل معرض سيارات، يعمل بناء صغير والساحة كلها معرض سيارات، فلا يكون بناء كما تريد. فيمكن أن تؤجر، ممكن أؤجرك هذه الساحة لتعمل بناء مثلا، أؤجرك لخمسين سنة وتعمل بناية 50 سنة وبعدها تهدم، صح؟ فيمكن حتى تبقى البناية مثلا أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا. فيجوز للبناء، يجوز للزرع. الغرس عادة يطلق ويراد به الشجر، يعني شجر يستمر سنوات. ممكن أؤجرك الأرض 30 سنة تغرس فيها الشجر، 20 سنة صحيح؟ والشجر عادة بعد هذه المدة يحتاج إلى إيش؟ تغيير أصلا. عادة دكتور هنا يجوز للسائل الساحة يبني عليها، فرق أن تكون البناية هي الأجرة. دقيقة، أنا عشان عقلي مش معك أقدر أكمل العبارة. فإذا انقضت مدة الإجارة، أجرت وبنيت، أجرتك وغرست ممكن 5 سنوات، طب في شجرات، في الآن بناء، ممكن البناء خلال هذه المدة خلاص انتهى وأخذوا صاحبه، ما في مشكلة. الشجرات انتهت مدتها، هي شجرات فقط، يعني تبقى 10 سنوات وأنا أجرتك 10. الآن هذه لأنها واضح جوابها ما تكلم عنها، صح؟ بقيت عندنا مسألة، طيب البناء بقي موجود وبناء متين وعندي إيش؟ شجر مزروع وانتهت مدة الإجارة والغرس، فيقول عليك أن تقلع البناء والغرس وتسلمها، لأن أنا عقدي معك على منفعة الأرض، صح؟ طيب، إلا إذا لاحظ أنا كصاحب أرض، ركزوا معي، أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك. مين اللي يغرم قيمة ذلك؟ مقلوعا في أنا أختار كصاحب أرض أن أدفع لك قيمة البناء وقيمة الغرس وآخذه. طب نحن نعرف عقود البيع لا تحصل إلا بالتراضي، وأنا في هذه الحالة أنا أجبرك على أخذها، طب أعطيني سبب يجعلني قادر على إجبارك، فهمنا؟ أعطيني سبب. نحن العقود لا تحصل إلا بالتراضي. طب الآن انتهت المدة، خلص تفضل، أنت لك حق أن تقلع الغرس، تقلع الشجر، تقلع البناء وتأخذه، أنا أجبرك لا أبقيه وتفضل قيمته 10,000،
هذا قالوا لا يكون إلا في حالة أن قلعتها يؤذي أرضي، فهمناها؟ أما إن كان قلعك لا يؤذي أرضي لا أستطيع أن أجبرك. أنا أتكلم على الإجبار صح؟ لأن أنا أجبرتك لما يلحقني إيش؟ من ضرر. انظروا على كل حال في الأسفل في شرح منكم مطول نقرأ، قال إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم. أنا اخترت، تفضل خذ ثمن إيش ما بنيت البناء. يعني البناء هذا نحن طبعا عندنا في الأردن مثلا البناء إذا تهدمه لا يأتي بمعشاره ولا شيء يأتي صح، على العكس ممكن تكلفة هدمه أكثر من المنافع التي تحصلها منه. هذا ليس يعني في كل البلاد، يعني الذين يبنون هذا الآجر الأحمر أو البناء الجاهز هذا الأحمر عرفته؟ نعم ليس الجرنيل، طوب الحراري الأحمر هذا يعني بسهولة يفكونه ويبنون مرة ثانية. يعني كنت تراهم في بغداد يعني عادي، يعني البيت هذا هدموه يعني كل هاي الطوبات الحمر ماذا يفعلون بها؟ يخرجوها ثم تستخدم في مكان آخر. فموجود هذا الشيء انه يمكن هدم ايش، بيكون السقف مش مثلنا، بيكون السقف عبارة عن جسور حديد تفك وتستخدم في مكان آخر. في خسارة بس محدودة، يعني ممكن يخسر 20% 30%، بس فكرة انه البناء يهدم وهدم له قيمة هاي موجودة. الشجر طبعا واضحة. الآن يختار قيمة ذاك مقلوعا فيملكه أو يرضى بتركه على حاله، هاي مسألة أخرى. أنا رضيت أن أغرم لك قيمة البناء، بس لاحظوا قال قيمته مقلوع، يعني أنت اللي في النتيجة ستأخذ هذه الشجرة. طب كم قيمتها وهي مقلوعة؟ عادة قيمتها تحتاج دفع أجرة قلع، أجرة القلع مثلا 10%، فأنا لا أدفع لك 10%، فهمناها؟ أنا أدفع لك أجرة مقلوعا، أجرة مزروعا ستكون إيش مشايخنا أكبر، أجرة مقلوعا تريد أن تضيف تنقص لقيمة الشجرة، تنقص منها قيمة القلع. انتبهنا؟ والله المستأجر المؤجر يدفع للمستأجر قيمة، نفترض الشجرة قائمة 10 دنانير مقلوعة، بدي دينارين أدفع بدل قلعها مثلا، فأنا أدفع له كم؟ صاحب الأرض، بلاش مؤجر مستأجر بتشوش، هاي صاحب الأرض يدفع لصاحب الزرع ولصاحب الشجر أو لصاحب البناء. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية حصل التراضي عليها، ما هي؟ أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض إيش؟ البناء لهذا والأرض لهذا. ما رأيكم مشايخنا؟ البناء لهذا والأرض لهذا. أنا وياك ترضينا، أنا إلي الشجرات وأنت لك الأرض، فهذا لي ولك. الآن صار بيننا كأن نفعل شريكة. طب أنا كصاحب الأرض ماذا استفدت ما دام الشجر ثمر الشجر؟ لا، لن يكون لك الآن بعد أن اتفقنا. انظر، أو يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض إيش لهذا. انظر في الأسفل، لا مش مشروحة. هذا الإعطاء يكون جبرا المستأجر تقدير أن ينقض القلع الأرض ينقص، بس بالله على فكرة فوق في الأعلى، بس أنا أردت أن أؤكد لكم في الأسفل السطر الرابع الخامس من الأسفل النقطة أولا ثاني أولا. وهذا الإعطاء جبرا على المستأجر على تقدير أن ينقص القلع الأرض، لا تنسوها. لأن القيد هذا ينقص في الأعلى القدوري ما ذكروا، فهمناها؟ بس ستأتينا في أبواب أخرى وكتب أخرى، سامحيني أختي. رأيتم؟ هايتا. الآن الثاني أن يرضى المؤجر بتر. الآن الشيخ أحمد بيقول طيب أنا ما المستفاد؟ طالما أنا مني الأرض وأنت منك الشجر، يصبح الآن بيننا اتفاق الناتج كيف سيكون بيننا.
نتفق يعني أنا قدمت شيئا وأنت قدمت شيئا، فالآن سيكون هذا منه كذا وهذا شرك فيه. نعم وافق معك، يعني ممكن أن نستمر في هذا. بس قبل ما أذهب لك أختي أريد أن أنتهي من الأرض. الآن في الأرض اتكلمنا الأشياء الأول، في الأرض لا يصح تبيان ما يزرع فيها أو أنا أعطيك حق أن تزرع ما شئت، وقلنا زوال جهلتها يكون بالمدة، هاي انتهينا منها صح؟ طيب ممكن الأرض للزرع، ممكن للغرس، ممكن للبناء. إذا كانت للغرس والبناء إذا انتهت المدة عليها أن يسلمها فارغة، لكن إذا كان قلع البناء وقلع الغرس يضر بالأرض يجوز أن يأخذها صاحب الأرض جبرا ويغرم قيمتها إيش مقلوعة صح؟ أو يترك الغرس أو البناء ويصبح شركاء وبالتالي في هذه الحالة يتفق كل واحد كم يكون له من الناتج وكيف العمل. انتهينا؟ تفضل شيء اتفضل أختي. قصدك الغرس والأرض؟ آه لا ما حكينا شيء ثاني. أنت ما تفضلت يصبح شراكة؟ لا يعني العقد. ليش من أصل لا فيما بعد أصبحت الشراكة، فيما بعد ما خرج الشجر، أما قبل ما يخرج الشجر ما فيه. يعني لحد الآن أنا قدمت أرض، أنت لسه ستغرس الشجر، والشجر يحتاج سنة سنتين صح؟ فيما بعد لا أصبح أمامنا غرس، أصبح أمامنا كذا. تفضل. هو انتهت مدة عقد الإيجار، انتهت في النتيجة أنا عندي شجر وأنت عندك أرض ومع بعض صح؟ بالتراضي. آه. طيب بالنسبة يضمن يضمن له قيمة البيت مقلوعا، هذا خاص بالزرع ولا كمان مع البناء؟ الزرع لاحظوا يطلق الزرع، الزرع كلمة الزرع قمح وشعير وإشي هاي، فهذا ما في يغرم لأنه شهرين ثلاثة يخرج، أربع عشر يخرج غرس. الغرس الشجر. آه ركز معي. آه. طيب اللي هو الغرس. هذا أمر يرجع لي سيدي، يرجع لي يرجع لا صاحب الأرض. إذا رأيت إذا أردت أنا أستطيع أن أجبرك على أن تبقي البناء وأدفع لك قيمته مقلوع، إذا أنا أحببت، إذا رضيها، إلا أن يرضى. ها انظر قال هيا إلا أن يختار، أن يختار، أنا أختار، أنا أردت هذا. هذا يرجع للاتفاق يعني، بس إذا اتفقوا، إذا اتفق يعني أعطيك مثال مثل ما حكى الشيخ أحمد قبل قليل، أنا أجرتك الأرض على بناء بمواصفات معينة لعشر سنوات ولا تدفع لي أنت أي شيء من الأجرة، وأجرتي ستكون البناء بعد عشر سنوات، في معنى؟ في معنى. ألا يصلح أن يكون ثمنا؟ فيصلح أن يكون أجرة مثلا. لا 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 يجوز. طيب نمشي مشايخنا الان انتهينا ترى من السكنة. السكنة حكينا مرجعها للضرر تذكرون، او الزراعة بيان حالها، واذا وضع غرس او شجر شو نحلها. ايش يا خليفة احضر لي كاسة ماء واعمل كاسة شاي. البناء والغرس يشترط له ان يكون مدة مثلا حتى ينتفع به الشجر، يعني ما هو السؤال؟ غرس عقد الإجارة مو عقد لازم. استأجرت مثلا خمس سنوات. طيب. استأجرت زراعة بدي أزرع زيتون. الآن ما راح يثمر إلا بعد مثلا ثلاث أو أربع سنوات. هاي المدة التي لا يمكن أن أنا في النتيجة أجرك أرضا. يعني. يعني سنة يصير. تست ميات. استأجرت إجارة سنة وأنا ما انتفع زراعة ما. عاد إيش نعمل لك يعني؟ أنا سلمتك إياه عشان تغرس، عشان أنا النتيجة على الوقت. أنت لاحظت على الزمان، حتى القمح لو نفترض في الزراعة مش في الغرس استأجرنا العقد ثلاث أشهر والقمح بده أربع شهور، باقي شهر والقمح الله ما نعرف هذا أنا. أيها ما شاء الله هو تحت
محتاج. طيب في القمح باقي شهر وانتهت المدة، انتهى العقد خلص بيننا، بس لأنه في ضرر منقدر المدة الباقية وبدفع أجر المثل، بس انتهى العقد. أنا حبيت أصور لك انتهى العقد والشهر الباقي هذا مضطرين ندفع له أجرة إيش جديدة جبرا طبعا لأنه حتى ينتهي. أنا لا أعرف والله هذا كيف الإضافة من هنا. كيف؟ مش سامع. المفروض بس هو مش فايت مباشرة، بكون داخل من خلال الرابط. أنا جديد على هذا، كنت أول عن طريق هذا سهل علي. طيب الآن ويجوز استئجار الدواب للركوب، سهلة، الدابة والسيارة نفس الشيء والحمل فإن أطلق الدابة لا تختلف عن السيارة أخوتي، نفس الترتيب، استئجار الدواب للركوب والحمل، يا منركب يا منحمل صح؟ مش غيرهم الآن فإن أطلق الركوب، لاحظ في الشرح بين أيديكم ماذا وضع، ما معنى أطلق؟ قال يركبها من شاء، وليس معنى أطلق يعني وليس معنى أطلق إيش مشايخنا، وليس يعني ليس معنى أطلق ليس معنى أطلق أنه قال أجرت، لا لا أطلق يعني نحن في أجرته السيارة فقط، يعني بدون أن يحد يقول له أركب من شاء، يعني نشترط إما أن يقول أجرتك السيارة على أن تركبها أنت، يركبها زيد يركبها عمر، لاحظت؟ أو أركب من شاء، طبعا نحن عندما نطلق الركوب نقصد القائد السائق، لأن القيادة مختلفة من شخص إلى آخر، ولأنها تتفاوت بتفاوت الاستعمال، ركزون، يشترط أن يعين، لأنها تتفاوت بتفاوت الاستعمال يشترط إيش؟ أن يتعين. لا 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 الآخرين لا كلام لنا فيها لأنه هذا حمل والحمل على المعتاد، بقي من يسوق السيارة، من يقود السيارة، لأن حتى كأنه في نفس في شركات الإيجار بيحددوا مين من السائق، بس أنا كنت أشرح إن ما أقول زيد يقودها خلاص انتهينا، أو أقول على أن يقودها، بس هم يقول يركب بمعنى يقود، يركبها من شاء، يعني لك أن تختار، فأنا إذا اخترت زيد تعينته لا يجوز بعدها أجعل عمر، هذا ماذا يفيد؟ أنا يدي مشايخنا على الـ على الـ على المستأجر يد أمانة، فبالتالي إن قال اركبها أنت يعني أنا أقودها بقيت يدي أمانة، إن ركبها غيري تحولت يدي ضمان، فهمناها؟ فإن قال لي اركبها من شئت صرت أنا مخير أي شخص يركبها، فإذا حددت شخصا معينا رولد زيد خلاص جد أمانة، بس إذا ركبها بعدها عمر ماذا تحولت؟ ضمان. إذا قلت فقط أجرتك السيارة بدون أن أعين من يركبها العقد فاسد، لأنه لابد بيان من يركب يعني من يقود، إلا إذا كان في العرف تأجيري لشخص معناه إيش؟ هو الذي يركب خلاص حلت، بس فهمنا فهمين. فإذا في عقود الإجارة للدواب
لابد من تعيين من يركب أو يقول له أركب من شئت، يعني ليقود من شئت. فهمناها؟ واضح ما شايفنا ولا أعيد؟ واضحة. لا نتكلم، لا نتكلم عن الحمل، 4-5 راكبين في السيارة، هذا حمل، حمل لا شأن لنا فيه. كلامنا في القيادة وهي متفاوتة، مثلا لبس الملابس، لبس الملابس متفاوت الاستعمال من شخص لشخص، بالتالي يجوز إجارة الملابس بس لابد أن نحدد من يلبس. فإذا لبس هو اللبس المعتاد وهلكت يده أمانة، بس إذا لبس غيره ضمان. يعني قبل قليل في السكنة، لأن الاستعمال لا يتفاوت، يسكن من شاء ويسكن من شاء. لاحظ بس أنا بس أنا كنت أريد أن تفكروا معي بفكرة، هل يتفاوت بتفاوت المستعمل؟ لا يتفاوت بتفاوت، ما كان يتفاوت نحدد، ما الذي لا يتفاوت نترك، وبحث يتفاوت أو لا يتفاوت هو بحث عرفي. لا لا لا، أنت الآن استأجرت شقة، استأجرت أي شيء، بتكون شيخي يدك يد إيش؟ يد إيش؟ يد أمانة، بس ليست يد ضمان، يد أمانة. الآن إذا خالفت، أعطيت مثال، أجرتك السيارة إلى جرش، لجرش يد أمانة، حصل لا سمح الله معك حادث سير بلا تقصير، لا شيء عليك. من جرش رحت على إربد، ضمان. قصرت ما قصرت أي إشي بحصل في السيارة، أنت بتسام. صارت يدك يد غصب، نحن بنسميها يد ضمان. خلص مشايخنا؟ طيب انظروا، جاز أن يركبها من شاء، وكذلك استأجر ثوبا لللبس وأطلق، اطلق ألبس من شئت، بس ركز أنا أعدتها عدة مرات، ما معنى أطلق؟ أن يصرح له ألبس ما شئت، أركب من شئت، هي معنى أطلق، وليس معناها أن يسكت، إذا سكت فسد العقد. انتبهنا؟ يجب أن يحدد أو يطلق. أنتم لاحظتم القدوري، يعني لابد دائما نضع له قيود، الكتب الأخرى تذكر قيود، القدوري لا يذكر قيود، لذا كان كتاب صعب من هاي الناحية. عبارته في الظاهر إنها سهلة هيك حلوة، بس ما في قيود، عدم القيود يخوف، يعني تحتاج دائما تضع له إيش؟ قيود حتى أمشي مشايخي. فإن قال على أن يركبها أو يركبها فلان أو يلبس ثوب فلان فأركبها غيره أو ألبس الثوب غيره كان ضامنا إن عطبت الدابة أو تلف الثوب. تكلمنا، أعطانا القاعدة، وكذلك كل ما يختلف باختلاف، أعطانا الشيء الذي يختلف باختلاف المستعمل، ما الحكم فيه؟ سامحني بس دقيقة، الذي يختلف باختلاف المستعمل ما الحكم فيه؟ لا بد فيه من البيان. ولا تنسى الإطلاق، إيش مصطلح الإطلاق معه؟ نعم. إيش شيخ تفضل. يعني إذا أنت استأجرت سيارة الآن فقط أنت تقودها، ولا إذا قاد غيرك أصبحت يد ضمان وليست يد أمانة، وهذا الآن حتى الآن في عقود التأجير أنا أعرف هكذا. يعني هل الضمان يدفع لصاحب السيارة؟ لا، متى الضمان معناه إن هلكت يضمنها كاملة، يعني يظهر الأثر في الهلاك، فهمناه؟ إن هلكت هل يده أمانة أو عمل حادث سير؟ فهمنا؟ هنا يكون. طيب، وأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل
فإذا شرط سكن واحد فله أن يسكن غيرهم. رجعنا للبيوت، البيوت لا تختلف قديما باختلاف المستعمل، فيجوز أن أقول أريد أن أسكن أنا ثم أسكن الشيخ أحمد، هذا ليس منا عقد بالباطن أو عقد في داخله، يجوز لأنه أنا ملكت المنفعة، ركزتم؟ بس هذا بشرط أن يكون لا يختلف باختلاف المستعمل، وقلنا في هذا الزمان هذا بعيد عن التطبيق، وبالتالي حتى على مذهبنا لوجود ضرر لا نقول بهذا. يعني يرجع من عرف بلاد إلى عرف بلاد. وإن سمى، لأن نروح لو سمحت للحمل شيء الذي يحمل، وإن سمى نوعا وقدرا يحمله على الدابة، مثل أن يقول 5 أقفز حنطة، فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير أو السمسم. استأجرت السيارة، قلت بدي أحمل معاك 100 كيلو حنطة، ممتاز، حملت 100 كيلو شعير. الشعير الحنطة أثقل ومركزة في مكان أصغر، الشعير يأخذ مساحة أكبر، فبالتالي يكون أثره على الدابة إيش مشايخنا؟ أقل. السمسم أثره أقل. لو وضعت 100 كيلو، أنا ما خرجت على 100 كيلو، بس جئت 100 كيلو حديد، المئة كيلو حديد تكون مركزة في مكان أصغر، ضررها أكثر، مع أن أنا ما خرجت على 100 كيلو. فلاحظوا الآن، أنا اتفقت على الاستئجار منك مقدار 100 كيلو، ما قلنا 100 كيلو يجب أن تضع أي 100 كيلو، قلنا أيضا 100 كيلو من شيء إلى شيء تتفاوت. فإذا استأجرت على القمح يجوز أن أحمل، لاحظ، القمح وما كان مثيل القمح أو أقل، بس إذا كان أثره أعلى أكون خالفت. هل كان لازم علي أحمل بس قمح؟ لا، قمح أو مثله أو أدنى، بس ضرره أكبر يكون ضمان، وليس له أن يحمل ما هو أضر. الضابط ليس له أن يحمل ما هو أضر، من الحنطة كالملح. احكي شيخي. 5 أقفز كيلو لوزن كيلو، مش مشكلة، يعني مقدار، يعني إذا تساوي الوزن يمكن ما فيش. أنا بس قبل قليل عندما كنت أتكلم في الوزن والكيل لم يكن قصدي الكيل والوزن، وإنما كان قصدي إنه يعني الحديد 100 كيلو ممكن تجدها فقط هكذا، فهي سيكون مركزة مؤذية، بينما القمح 100 كيلو هكذا، الشعير هكذا، فكلما كبرت صار أثرها إيش؟ أقل. هي بحثي بغض النظر كانت كيلا أو وزن. لا 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 يقصدون هذا، لذلك قال انظروا وليس له أن يحمل ما هو أضر، يعني جئنا لشيء يعني كأنه بذاك الوزن، والله أعلم. الشيخ كلامه يعني نبه، يعني هو يقول طالما أن الموضوع متعلق بالحجم، بس برضو الحديد لا يقاس بالأقفزة، متعلق بالضرر ليس فأن آتي بحديد يعني بهذا الحجم، فإذا يكون إيش أكثر، فكأنه كوزن أكثر، يعني الكلام الذي يقولها صحيح، ما في مشكلة، صحيح 100%، بس إحنا بحثنا ولو كان حتى وزن 100، وزن 100 يعني وزن 100 من الحديد أضر، لأنها إيش؟ لأنها يعني مركزة، يعني مؤذية، ليست مثل إيش الحنطة، والله أعلم. ما فهمت. لو أطلق التسمية قال له تحمل 100 كيلو، ما بين شعير ولا حديد ولا يفسد الحمل. الآن سؤال شيخنا، أنا ما حددت نوع الحمل، مثل الآن في الطائرات مثلا لك أن تحمل مثلا 30 كيلو مثلا من أي شيء إن شئت، فهل هذا يجوز؟ نعم، كيف؟ والوزن مقيد. مقيد، فهل هذا يجوز؟ يجوز، يعني بس ممكن، يعني 1 طن بس لو عرف انه مثلا حديد، يعني
حديد لأنه أذى وتركيزه ممكن يختلف. هل يتحقق ضرر زائد عن الاتفاق؟ وافق معك. يعني الشيخ يقول الآن مثلا آلات الركوب عندنا اللي نقول أنها سواء كان حديد أو حنطة أو غيرها وحددنا بوزن معين لن يكون فيه ضرر، هي لا تتأذى مثل الدابة. يعني دابة تأمل ضع عليها حديد هكذا أو تضع عليها كيس قمح فقط. حتى السيارات النقل تتضرر بتغيير الحمول، يعني مثلا الآن لما يشيل له مثلا 50 طن حديد مثل لما يشيل 50 طن شعير، يعني وزن الآن أصبح يعني هو الضابط. يعني الضابط يعني هل هي مثلها في الضرر أو أشد منها؟ يعني وإن كانت نفس الوزن لكن إن كان فيها ضرر أكثر، يعني لا يلزم أن لا يصح. قلنا ليس المقصود التحديد وإنما يكون فيه إيش ضرر. يعني نحن الآن بحثنا ليس بحث فساد، بحث ضمان. إذا لم يحدد نوع البحث يفسد زي أنا ضلنت حكيت كذا ووضعت شيئا آخر. إذا يعني مثلا السيارة العديدة تحمل أشخاص بأوزان كثيرة مثلا، لكن أحمل فيها مثلا شوالين ثلاث سمنت تحكيها بدها تخرب، مع أنه ممكن تكون. يعني ما الذي لم يحدد هذا السؤال؟ ما هو الآن نوع المحمول سيأتي بعد دقائق هو سيتحدث عنه. بس سامحوني أنا بس عشان لا أتشوشن وأشوشكم، الآن كنا نتكلم استأجر على أن يحمل شيئا معينا، هل مجبر على أن يحمله هو؟ ليس له، له أن يحمله أو ما يماثله أو أدنى منه، بس ما يكون فيه ضرر أكثر لا يكون، إن حمله يضمن. بس عشان لا نشوش أنفسنا. ونستأجر ليحمل عليها قطنا سما فليس له أن يحمل مثل إيش وزني حديدا. رأيت هاي صريحة صح؟ لأن القطن ضخم وسهل بينما الحديد مركز ضرر. الآن هاي الضرر آسف نحن نتكلم الآن لنبين ضابطه، بس من يكون في العرف والواقع هو أقدر على ذلك.